السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله أن تكونوا بخير وعافية، ويلا أنك توفقهم وتسعدهم وترضى عنهم وترضيهم. طبعا يا جماعة الخير، الناس ليسوا على حد سواء. بعض الناس يعطيه الله أن تكون بديهة حاضر وجوابه كالشهاب، وبعض الناس يعطيه الله فهم لكن جوابه ليس بحاضر. المقصد يا إخوان أنه بعض الناس ما شاء الله تبارك الرحمن لسانه يفل الحديد ويقطع الصخر، ما تكاد تعطيه سؤال لو يأتيك الجواب كالسيل المدرار. ولذا يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي عن زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة المقرب المبجل، قال: ما رأيت أحدا يناظر زفر إلا رحمته. ولذا يقول الربيع: ما رأيت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، وربما جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي فيوجه إلى البويطي ويقول: هذا لساني. ولذا يا جماعة الخير بختم لكم هالسنابات هذه بخبر ذكره، طبعا جاء عند في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، وجاء أيضا في نثر الدري، وجاء في ربيع الأبرار وغيره. يقول محمد بن مسعر: كنت أنا ويحيى بن أكثم عند سفيان بن عيينة فبكى، فقال له يحيى: يا أبا محمد ما يبكيك؟ طبعا وكان يحيى بن أكثم حدثا يعني شابا، فقال له سفيان بن عيينة: بعد مجالستي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بليت بمجالستكم. فجاء الجواب إلى سفيان: أثقل من جبل أحد. فقال له يحيى: فمصيبة أصحاب رسول الله بمجالستهم إياك بعد رسول الله أعظم من مصيبتك بمجالستنا. فلما سمع سفيان هذا الجواب من هذا الحدث قال: يا غلام، أظن السلطان سيحتاج إليك. الله يوفقكم ويسعدكم ويرضى عليكم ويستودعكم الله.